السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. طبعا النهاردة إن شاء الله هنستقبل قمر التركماني الموجود في موقع المداري 52 شرق. القمر ده موجود عليه قناة فيرزاش التركمانية، القناة دي بتنقل بالتعليق العربي جميع الماتشات بتاعة الدوري الإنجليزي وجميع الماتشات المهمة. لكن في الأول أحب أشكركم طبعا على التفاعل الجميل اللي أنتوا عملتوه على الفيديو الأخير، ويا رب أقدر أقدم لكم حاجة تساعدكم. طبعا القناه دي بتنقل من قنوات البين سبورت عن طريق الاي بي تي في، والقناه دي بتنقل بالتعليق العربي. اقوى تردد للقمر ده هو 12475 افقي، معدل الترميز 27500. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين كده احنا واقفين على النايل سات اهوت، عندنا القناه الثانيه اهيت وعندنا القناه الاولى. اول حاجه هنعملها هنجيب القمر التركماني او هنجيب اي قمر وهنضيف تردد 12475 افقي على معدل الترميز 27500، وان شاء الله هسيب لكم في نهايه الفيديو التغطيه بتاعت القمر في جميع الدول العربيه. اول حاجه طبعا التردد جاب اشاره على النايل سات، لكن قنواته غير قنوات القمر التركماني. اول حاجه هنعملها طبعا ميل عدسه النايل سات موجوده على 45 درجه زي ما حضراتكم عارفين، هنخليها الميل هنعكس الميل ونخليه على ناحية ايدينا اليمين واحنا ورا الطبق بنفس زاوية تقريبا 30 سنتي، وهنستقبل القمر اكننا بالظبط بنستقبل القمر اليهسات. يعني الناس اللي في مصر هنا او الناس اللي في شمال افريقيا هتوجه اتجاه القبلة او بعد اتجاه القبلة بشوية بالطريقة ديت كده، وهنبدأ نرفع الطبق لفوق وننزله لتحت ونيجي شمال شوية، نرفع الطبق لفوق وننزله لتحت ونيجي شمال شوية، نرفع الطبق لفوق. جبنا اشارة هي تقريبا 99% زي ما حضراتكم شايفين التردد ده قوي، ممكن يجي طبعا على طبق، ممكن يجي في المنطقة اللي انا قاعد فيها على طبق 70 سنتي. نربط بس على الطبق كده عشان نتحكم فيه. نرفع الطبق شوية، الطبق كده تقريبا الإشارة 99%. نخرج نشوف القنوات، عندنا قناة فيرزا الشهيات، القناة دي بتنقل جميع ماتشات الدوري الإنجليزي بالتعليق العربي، لكن في المواعيد اللي مفيهاش ماتشات بتنقل مصارعة أو بتنقل ماتشات قديمة بس بيكون تعليق مش عربي. وعندنا قنوات كتيرة هي الإشارة كويسة والإشارة 99%. وبكده تكون استقبلت قمر التركماني أو استقبلت قمر فيرزاتش التركمانية بطريقة سهلة وبسيطة. ودلوقتي أسيبكم مع تحديد حجم الطبق في جميع الدول العربية إن شاء الله. طبعا زي ما حضراتكم شايفين التردد بتاع قناة فيرزاتش التغطية بتاعته كويسة في جميع الدول العربية. يعني مثلا عندنا في مصر هنا في القاهرة بنحتاج طبق 55 سنتي، عندنا هنا مثلا في الإسكندرية طبق 60 سنتي، عندنا في أسيوط طبق 60 سنتي، عندنا في الجنوب طبق 70 سنتي، وعندنا في السودان اهوت الخرطوم طبق 80 سنتي. طبعا في السودان كلها طبق 80 سنتي لأنها فيها تغطية واحدة زي ما حضراتكم شايفين، لون واحد بس اهوت في السودان كلها. عندنا مثلا في ليبيا فيها 3 تغطيات، عندنا على السواحل طبق 60 سنتي، وفي المنتصف ليبيا طبق 70 سنتي، وجنوب ليبيا طبق 80 سنتي. في تونس طبق 60 سنتي، جنوب تونس بس اللي محتاج طبق 70 سنتي. وعندنا في الجزائر برضو في أكتر من تغطية، عندنا في الشمال الشرقي للجزائر طبق 60 سنتي، وعندنا في الشمال طبق 70 سنتي، منتصف الجزائر طبق 70 سنتي، وكل ما تتجه للجنوب تحتاج طبق أكبر، هنا في طبق 80 سنتي، وجنوب الجزائر أقصى جنوب الجزائر طبق 90 سنتي.
بالنسبة للمغرب، شمال المغرب طبق 70 سنتي، منتصف المغرب طبق 80 سنتي، وجنوب المغرب طبق 90 سنتي. عندنا مثلا هنا في الأردن مثلا طبق 60 سنتي، العراق طبق 55 سنتي، عندنا في سوريا طبق 60 سنتي، عندنا في السعودية بطبق 70 سنتي، في عمان والإمارات طبق 60 سنتي، عندنا في اليمن طبق 70 سنتي، مسقط طبق 70 سنتي. يعني التغطية كويسة في جميع الدول العربية. أتمنى إن الكل يكون استفاد من الفيديو، وأتمنى الكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.